على السلامة. على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا عبد. متشكر الحمد، متشكر قوي. تعبتك معايا. تعبتني ايه يا راجل؟ وده اسمه كلام برضه؟ ازاي بس يا محمد؟ يعني تسيب شغلك وتتعطل وتيجي تدفع لي الفلوس؟ فلوس؟ فلوس ايه؟ انا ما دفعتش فلوس. امال مين اللي دفع الفلوس؟ عباس. الحمد لله على سلامتك. كفارة يا اخوي. انا جيت ادفع الفلوس قالوا لي اتدفعت، كان نفسي اعمل معاك اي واجب. امال مين اللي دفع الفلوس؟ بيقولوا واحدة ست هي اللي دفعته. يبقى امك. لا لا لا، مش ست محمود. وانتش عرفت؟ انا ما سكتش، سالت وتقصت وجمعت معلومات. قالوا ست شيك وحلوه وراكبه عربيه. بتهيألي ام محمود ما بتعرفش تسوق، مش كده؟ انت جبت الفلوس دي منين؟ ده برضو سؤال في سر النيابه. انا في البيت يبقى حصاني. سلام. ليه قلت النهد؟ نهد؟ انا ما قلتش نهد اي حاجه خالص. امال مين؟ ميرسي على ايه؟ على انك قررت اني اقعد معايا النهارده. انا هقعد معاك النهارده ومش هنزل الا لما تنامي. وانا مش هنام خالص. ده تامر اصلا قلت له اني هرجع النهارده. الو؟ ايه تيمو؟ تيمو مين يا استاذ؟ ماما؟ ايوه ماما، اللي ما حدش عمل لها اعتبار ولا نسيت صوت امك. ماما انا اصلي انا مش عايزه كلام خالص. انت فين دلوقتي؟ هكون فين يعني؟ انا في العربيه اهو. ده في حد معاك يا بابرس؟ معيش حد طبعا يا ماما، معايا مين يعني؟ انا لوحدي خالص اهو. طب هتوصل امتى؟ لا ده انا لسه على اول الطريق يعني، قدامي بتاع 3 4 5 6 ساعات كده، وبعدين احتمال كمان اقف في اي ريست عشان اكل يعني. طب سوق على مهلك، ما انا عارفاك مجنون سواقه. حاضر يا ماما. يا ستي حاضر، هسوق على مهلي. مع السلامه. طيب تلات اربع خمس ساعات كده. خمس ساعات مين بقى؟ خليهم 20 ساعة. هي مش قالت لي سوق على مهلك؟ خلاص نسوق على مهلنا بقى. سوق على مهلك. سوق بكرة الدنيا تروق. لا 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 لا. يا بابا يا حبيبي، أنا عارفة أنتوا بتفكروا في إيه وبترسموا على إيه، وأنا مش رافضة بس برضو مش موافقة. ومش موافقة ليه بس يا يا بنتي يا حبيبتي؟ انت عارفه انت ايه بالنسبه لي، وانا في المواضيع دي بقى غير ماما خالص. علشان كده انا جبتك هنا النهارده عشان نقعد نتكلم براحتنا. يا بنتي انت عارفه انا بحبك قد ايه، وقد ايه انا فخور بيكي وفخور بعقليتك. بس دول كمان ناس مش قليلين، مش مفروض نفضل نمطوح فيهم كده، لازم نديهم كلمه. انت امتحاناتك الشهر الجاي والراجل مستعجل. يا بابا اشرف انسان كويس قوي، بس انا ما قررتش لسه. الله، وامتى هتقرري بس يا حبيبتي؟ وبعدين تعالي هنا هتلاقي عريس احسن من كده فين؟ الولد حلو وغني وناجح جدا في شغله، وفوق ده كله ابو وزير. يا بابا انا اللي شاغلني مجلس وزراء بحاله، تاريخ الوزراء في دوله المماليك البرجيه، اخلص منه الاول بعدين ابقى افكر في ابن الوزير سيف الدين غالي ده. انا همشي بقى. طيب باي باي. باي باي يا بنتي. انا اسف قوي. انت انتي انت ايه اللي جابك هنا؟ انتي ايه اللي جابك هنا؟ وبعدين تستعنفيها بقى، كل ما هتشوفيني هتزعقي في وشي ولا ايه؟ انت اللي بتنطلي في كل حته، بتعمل ايه هنا؟ انا بشتغل هنا كمان. ايه مش عاجبك؟ مش مالي عينك؟ ده انت رزق حقيقي. ايه يا محبوب يا ابني، ايه اللي انت عملته ده؟ الهانم حتى نقراها من نقري، كل ما تشوفني تتخانق معايا. نقراها من نقرك اتكتب خلاص واخلص. انت اتجننت. اتجننت ليه؟ هي فاكره نفسها مين؟ صاحبة الشركة. ايه؟ ايوه صاحبة الشركة، بنت محرم بيه رئيس مجلس الإدارة، واخت الأستاذ بيبرس المدير التنفيذي. قلقتني عليك يا عباس يا ابني، بقى تدخل السجن وأنا معرفش، وتبقى في اللي انت فيه ده وتبعت لي ام محمود تسال عليا؟ هو مين يا ابني يسال عن التاني؟ والله اصيله ام محمود دي. على فكره بقى الست دي بتحبك قوي، انت لو كنت جوزها بحق وحقيقي ما كانتش تقلق عليك بالشكل ده. وانا بعت معاها الفلوس علشانك،
رجعت بعد شوية ردت لي الفلوس وقالت لي إن الفلوس اندفعت. مين اللي دفع لك الفلوس يا عباس؟ والله ما أنا عارف يا عم درويش، قالوا لي واحدة ست شيك كده جت دفعت الفلوس ومشيت على طول. والله الدودة لسه بخير يا أولاد. بس أنا هنجنن، ما أنا لازم أعرف مين الست دي، على الأقل أشكرها. وبعدين في النهاية ده دين لازم أردهولها، أردهولها إزاي من غير ما أعرف؟ أيوة أنت طول عمرك حقاني. غلبتني وراك يا عم لطفي. أهلا. أنت كنت فين المدة دي كلها؟ معلش يا أستاذة، كان في مشكلة كده بس اتحلت خلاص. ولما تكون في مشكلة مش تقولي يا عم لطفي، مش أنا برضو زي بنتك؟ ده أنت مش مخليني محتاجة لحاجة. أنا كده فهمت، يبقى أنت. أنا إيه؟ ما تحاوليش تنكري. أنكر إيه؟ أنت اللي دفعت الفلوس. فلوس إيه؟ أنا ما دفعتش حاجة. يبقى أنت اللي أقنعت الست والدتك تدفع الفلوس. ماما أنا مش فاهمة حضرتك بتتكلم عن إيه. يعني ولا أنت ولا ماما دفعت فلوس؟ فلوس إيه؟ هو أنت محتاج فلوس يا عم لطفي؟ مال مين؟